النائب الاوروبي تشيكي توماس في تغريده على تويتر: الابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق الاتحاد الاوروبي بشان موضوع الغاز يعد امرا غير مقبولا. وكتب: انني قلق للغايه بشان قرار الجزائر تعطيل خط انابيب الغاز المغاربي الاوروبي، واحذر البرلمان الاوروبي من ان هذا القرار الاحادي الذي تم اتخاذه في سياق ارتفاع اسعار الطاقه يهدف الى التلاعب باسعار الغاز مسجلا انه ينبغي على الاتحاد الاوروبي عدم الرضوخ لهذا الابتزاز. وفي خبر اخر جد رائع: ثلاث خطوط جوية جديدة مباشرة ستربط مطار إشبيلية بثلاث مطارات لثلاث مدن مغربية. المدن وهي تطوان، أكادير، وجدة. هذه الرحلات الجوية المباشرة من المتوقع أن تنطلق خلال شهر نوفمبر الجاري، ويتوقع أن تستغلها شركة ريانير الإيرلندية. المصدر: الصحافة الإسبانية. وفي خبر ثالث وهو الأخير: إيطاليا تفتح خمس خطوط بحرية نحو المغرب وبأسعار مغربية. الشركة الإيطالية ستعمل على توفير خطوط بحرية منتظمة، وهي على التوالي: سيس طنجة، سيس الناظور، كين طنجة، برشلونة طنجة، برشلونة الناظورة. وستوفر الشركة خمس سفن لهذا الغرض بمعدل رحلة أو ثلاث رحلات في الأسبوع. الحجز أصبح متاحا ابتداء من 25 أكتوبر المنصرمة، مع إمكانية التعديل والإلغاء قبل حلول وقت السفر ب30 يوما. ولكل من حجز قبل 8 نوفمبر الجاري فالشركة تهديه تخفيضا تصل نسبته 40%. نشكركم على حسن المتابعة.